الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا نتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير. طولنا عليكم شي شوية، الظروف ماشي لخاطرنا بطبيعة الحال. حنا تنحاولوا نجيبوا شي موضوع اللي غيكون مهم ويكون تفدوا منه بزاف ديال الناس. كما شفتوا اليوم في العنوان، فراه الموضوع تيخص بزاف ديال الناس، كاع الناس اللي كتفكر تمشي تهز الكريدي وتمشي تاخذ دار السكن الاقتصادي في اي شركه كما كان نوعها واي بنكه كما كان نوعها. الكريدي اللي ديجا تكلمنا عليه، الكريدي فوقاريم اللي الدوله خرجته، هذه من 2013، باش الانسان اللي ما خدامش واللي ما عندوش واحد الخدمه يعني رسميه طالب معاش، يعني اي خدمه اللي ماشي رسميه يمكن ليه يستافد من الكريدي هذا. اللي بيعرف الكريدي فوقاريم خلي لكم الفيديو ديال التوضيح العام ديال الكريدي فوقاريم في الوصف. وكما شفتوا في المينياتور، اليوم جينا نبارطاجي معكم واحد الفيديو او لا واحد الحاله انسانيه. هي واحد السيده تاهي خدات الدار ديالها في السكن الاقتصادي عن طريق الكريدي فوقاري. هاد السيده هادي من طبيعه الحال كانت تخلص الطريطه ديالها شهر بشهر، كتخلص تقريبا واحد 1600 درهم شهريا. هاد السيده هادي كيف ما تعرف الجميع بان اي خدمه كنتي كتخدمها فراه كتستافد من هاد الكريدي فوقاريم. الخدمه ديال هاد السيده وانها كتبيع وتشري فقط، غير في الشوكولات متجوله في القهاوي، كدير الميناج، جمعت واحد البركه ومشات دفعت الدويره ديالها باش تجمع ولادها فيها. لان اي واحد الطموح ديالو عنده الوليدات وعنده يعني ما عندوش السكن اللي هو قار، فراه كيفكر يمشي يدير السكن ديالو ويبعد من الكره ومن الصداع ديال الكره. هاد السيده هاد الشيء اللي دارت، ولكن للاسف من بعد الجائحه ديال كورونا وقع ليها واحد المشكل اللي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله غنخلي لكم السيده اللي كتحكي اللسان ديالها المشاكل اللي طراو ليها. هادشي كامل اللي باش الانسان الا فكرتي تمشي تهز كريدي باش تمشي تاخذ دار، خص تعرف المصير ديالك من خلال هذا الفيديو هذا. لذا كنقول لكم انا تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المعاناه ديال هاد السيده هادي اللي اتصلت بيا بعد ما شاهدت القناه ديالي ودارت فيا الثقه وقالت لي بارطاجي لي الفيديو هذا، لعل وعسى يكون شي محسن اللي غيقدر يوقف معها. لانه البنك قرر يحجز على الدار ديالها وصيفط ليها واحد الاشعار بانه الا ما ادت واحد المبلغ مالي للقدر ديالو ان شاء الله غادي تعرفوه مع هاد السيده هادي. انا ما غنحرقش لكم فين ما تعرفوا كل شيء من خلال اللسان ديال هاد السيده هادي. وكنتمنى منكم اللي شاهد هاد الفيديو هادو واللي طاح يعني في قلبه شويه ديال الرحمه يبارطاجي هاد الفيديو هذا. الا ما قدرتيش تعاون بارطاجي، ممكن تكون انت السبب الوحيد في الانقاذ ديال هاد السيده هادي مع ولادها. طبيعي الحال غتعرفوا المعاناه ديالها، اشني هي الحاله العائليه ديالها، مع من ساكنه، وشنو هو هادشي كامل اللي قلناه من اللسان ديال هاد السيده هادي. انا درت فيا الثقه وانا كذلك درت فيكم الثقه الاخوان. الله يجزيكم بخير. اللي شاف هاد الفيديو هذا يبارطاجيه في اي مواقع التواصل الاجتماعي، ولو طريف منه ولو شويه منه، ممكن تكون انت السبب يعني في انقاذ هاد المراه هادي، قيد السيدة هي ولادها باش ما يتشردوش من الشارع اللي ما كتقدرش تمناها لأي مسلم على وجه الأرض. إذا ما غاديش نطول عليكم أنايا، غادي نخليكم مع السيدة هذه التي ستناشدكم، ونتمنى تكون على يد من أحد المشاهدين اللي شاف هذا الفيديو هذا. فاعل الخير، عفوا، الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. اذا نخليكم مع السيده هذه وتشرح لكم المشكل اللي عندها. وانا بدوري تنقول لكم الا ما زلتيش تابوني في القناه، تابونا في القناه، فعل الجرس باش يوصلكم الجديد. ومن هذا المنبر هذا تنقول لكم اي واحد عنده شي مشكل وبغيت واضع ويهضر معايا، ولا عنده شي مشكل يعني في السكن الاقتصادي، او لا مشكل عام وبغى يبارطاجيه مع الناس، بغى مساعده مع الناس، انا مستعد نسجل معاه فيديو. الى كان قريب في مدينه الرباط مرحبا به، في التليفون راه كاين في القناه، يصيفط لي فيديو كما دارت هاد السيده هادي. لانه بزاف ديال الناس غيقتحبوني غير هزيت هاد الفيديو مشي بلاصه
وجيت نبارطاجيه باش نصور عليه، نصور به الفلوس. انا ما عندي لا اناقه لا جمال، فالسيده دارت فيا ثقه وطلبتني، وانا ما نقدرش نرد لها هذا الطلب هذا، لانه مجرد فيديو فقط يقدروا يشوفوا بزاف ديال الناس. وانا مازال هذا الفيديو ان شاء الله غادي ننشر منه في الفيسبوك، في الانستغرام، في التيك توك، يعني في كاع المواقع التواصل الاجتماعي اللي انا منخرط فيها، فراه غادي ان شاء الله نبارطاجيهم معكم. اذا ما نطولش عليكم، كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وخليكم مع السيده فاطمة. الكلمة لأختي فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بألف خير يا رب. أخوتي معكم وينتكم فاطمة. الاسم العائلي ديالي وسيل فاطمة. ترجيت بولعشوش وترجيتكم، تعاونوني تبارطاجيو ليا هذا الفيديو. الله يرحم لكم الوالدين والله ييسر الامر ديالكم. مهمتكم كتبيع الشوكولات في القهاوي. شريت واحد الدويره في السكن الاقتصادي. كيما المهم ما عليناش، خسريتها فرحانه بها. كنخلص، علاش حرفتي كنبيع الشوكولات في القهاوي؟ كنخلص يعني ما كاينش الشهر اللي ما كنخلصوش. نجوعانه ونوكل ولادي، نجوعانه ونخلص طريتي. اليوم وليداتي كانت فاجأ في الشهر 10 جاني انذار واحد، مشيت لعندهم من ورا كورونا، حيت من كورونا لهنا ما بقيتش كنخلص، ما بقاش عندي المدخول، ما بقيتش كنخلص. اللحظة اللي ما بقيتش كنخلص، المهم عندي 15 طريطة تقريبا ولا 16 اللي ما مخلصاهمش. انا قلت البنكة غدير معايا حل، يعني غادا نبدا نخلص شهر بشهر، وهداك الشيء اللي كيتسالوني يزيدوا ليا في ديك الايامات اللي باقي ليا. قال لك لا، غتخلصي 19 من يوليو 160. او علاش نخلصها وانا في الاصل هزه الكريدي؟ يا ربي السلامه، وانا ما عنديش يا عباد الله، راه ما عنديش. المهم ما عليناش، مني منك مني منك، عينوا لي حالتي، شخصوها، قالوا لي تخلصي 5 المليون. انا باركه دابا، بقى باركه حاليا، بقى باركه في الدار، ولكن المشكل اللي عندي وهي الطريطه تحبست، ما بقاوش بغاو يخلوني نخلصها. ملي كنمشي نبغي نفيرسي قالوا لي ما تخلصيش، تخلصي 5 المليون. خوتي المسلمين الله يجازيكم بخير، راه 4 الوليدات غادي يخرجوا ليا للتشرد، وهذاك الشيء علاش انا ترجيت ولدي بولعشوش باش يلوح ليا هذا الفيديو. الله يرحم ليكم الوالدين. ونمره الهاتف ديالي راني غادي نخليها في الفيديو، وانا راني مصيفطها ليه غير في الواتساب للمسلمين. الله يجازيكم بخير. ولا اقتدى الحال راني غادي نمشي حتى عند ولدي بولعشوش، غادي نمشي حتى عنده حتى للرباط ان شاء الله باذن الله. يا ربي لا ينكدكم ولا ينكد لكم التريكه. خوتكم مهمتكم مريضه في مرض الضيقه، 2 روابز من غير الدواء. الله يرحم لكم الوالدين، عاونوني على وليداتي، راها صغيره زايده في 2010 لما غنخلي وليداتي. الله يجازيكم بالخير يا ربي.